حبايب، قبل ما يبتدي الفيديو بدي اذكركم بالضغط على سبسكرايب والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات، ويا ريت نوصل هذا الفيديو ل 40,000 لايك. وهلا بقول لكم مشاهده ممتعه. امك انبطح بس فهمني ايش في؟ ايش في؟ انا يا حقيش انا عم تضحك علي انا بس فهمني ليش طيب؟ تركتك ساعتين بالغرفه عشان تحفظ، تكون ماضية كده تلعب على اللابتوب. ترى هناك مين دخلك اللابتوب؟ مين دخلك اللابتوب على الغرفه؟ هذا رفيقي يا ابو زيك. ابعت له صوت خليه يجي لهون فورا. بس لحظة لحظة بس كيفني كيفني ابعت له؟ الو ابو زيك تعال هون بسرعة بسرعة، ابوي بده يحك بسرعة. منيح هيك تمام؟ وك ايش عامل فيك؟ ايش عامل فيك؟ ذاك مين الغبي اللي عم خبطني الصبح فايق؟ يا حيوان يا حيوان علي النعمة، إذا ما بتقومي بتطفي هالبطيخ بدي أقوم أطلقك مع عبادة. شو لك أنا إيش دخلني؟ أنا قلت له يعيره قوم أنت عيط عليه وخليه يطفيه. وينو هاد؟ وينو؟ خف غفي خمس دقايق غفي خمس دقايق بس وبفيق بفيق والله بفيق. يعني اليوم اخذنا اجازه ساعتين قلنا الحمد لله رب العالمين منا فيهم نشبعنهم ما في قبل شحن وبنت ليش انا ليش؟ يعني انا ايش عامل؟ متجمد بارضي لك الله وكيلك حتى البابوش تبعي متجمد مو قدران يحركه. يا بطيخ طفي البطيخ الثاني. انقرا لك شو بكون بهالبيت ما حدا بيقدر ينام خمس دقايق وانت كمان وانت انت اللي فيقته خلاص خمس دقايق. ابو عبادة اسمع مني هالولد هيك هيك ما لنا مستفيدين منه شيء قوم اتبعه وريحنا منه. ولك هو ما بقوم بعير منبه ليش؟ ولك انت يا زفت. يعني أنا ممكن أفهم البيت كله ليش ما ممدود سجاد؟ أقسم بالله العظيم نحن لازم يعملونا تكريم على الفئة من فئك اليوم الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. لهيك ما رح يطلع نوب نوب ما رح يطلع. تليفون رواد بعدين نمت وراحت علي نومي ما حسيت. قومي اعملي فطور قومي اعملي فطور لما اروح تاخرت. قومي شو تضلت سيدي بدك تفطر؟ لا لا حبيبي لا هذا الحكي قديم كثير هذا الحكي بالصيف بالشتاء ما حدا افطر منوب 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 ما حدا افطرش. قومي اعملي فطور يعني اروح الشغل متاخر وما افطر كمان. قومي كبار رح تموت من الجوع. قوم على البلاط شوف اي شيء افتحه شوفه بوشك تزهرمه او انت رايح على الشغل عندي خدك شيء فطيرك كلها كمان وريحني منك بقى. خليكي مشطحة خليكي مشطحة بسيطة يا عم عبادة إذا ما بطلقك وبتجوز أنا أم تحسين أنا ما بعرف شيء. تنباعوا بالعزة أنت وأم تحسين زعت كثير عليك أم تحسين يا حقير أنت وياها. بتعرفي لك سوسو؟ بتعرفي حدا الجو شو بده؟
شو؟ شو بدهم؟ شو بدهم يا قليلة الحيوان التربية؟ شو؟ شو بدهم؟ شو بده كابتشينو عادي يعني شو يخرب بيتك من حالي كابتشينو، وانا عم بقول بنت اسرائيل مهروسة صار لها يومين عم تحكي مع حالها، انت عم تشرب من هاد كابتشينو؟ شو بكميه كابتشينو؟ كابتشينو نسكافيه يعني ثلاثة بواحد ثلاثة بنجرة بجدك شو صار لي؟ ماشي نفضي على السوا وديري بالك مني متزيرة منك لانه انا كنا اكلنا كنادي لا هيك كثير بقى صار بدنا دفاتر جديدة يعني صار بدنا بابا اوعك اوعك تقرب لهون اوعك تقرب لهون عم بحاول ارسم مخطط بدي اخذه للشركة وما عم بيزبط معي اوعك انا ما بدي اعطاك اصلا بس بدي 50 ليرة 50 ليرة اروح اشتري دفتر جديد لانه دفتري ما عاد في مكان تكتب واحد ولا انت غبي شي ما بتفهم حكيه عبالك اوعك تقرب لهون اوعك ما عم بيزبط معي نكشة وحدة بيخرب كله روح لعند امك قلها روح خلي تعطيك يا ربي يعني بروح اقول لامي بدي اروح اقول لابوك بروح اقول لابوي ابوي بدي اروح اقول لامك بعدين معك وين اروح انا يعني بحالي ويا حقي ويا حيوان تعال هون والله باصي والله اذا ما بشرب من دمك انا وبذبحك وبوزع عظمك لك ليه بالحاره انا ما بعرف شيء وريها البوز البوز مو طبيعي النوم امي وينك انت وين كنتي هون مين انت مين انت شو بدك عرفي عن نفسك بسرعة؟ شو رب امي شو انا مين وعرف عن حالي؟ طيب بدي اياك انت يعني الامر ضروري كثير مخليني اطلع من تحت الحرام؟ اي نعم مهم كثير وكثير يا تتكرم علينا وتطلعي بقى نعم شو تفضلتي ايش بدك؟ لازمني شوية مصاري امي واذا تسأليني ليش او بدي اجيب شوية شغلات اوعك كل شيء الا مصاري مصاري ما في روحي راكد بسرعة عملي لي هذا الكابتشينو قلتي عليه بس تكون هيك سخنة تكون سخنة ودافية كثير بسرعة راكد روحي ولك امي انا كابتشينو لازمني مصاري عبالك بدي احضر امتحان المخبر ضروري لا حول ولا قوة الا بالله شغلت بدك مصاري يعني مو كثير شغلت 200 ليرة بس نعم خلص 150 ليرة بمشي لك اياها هي 25 ليرة ما في غير ايش بكي امي شو بكي مفكرة حالك بالسوق عم تعملي معي بازار لعن جد الموضوع صار اوفر زيادة وعم تردي جوابي حقيرة جاي اطلع بروحك انا جاي والله ما كان قصدي والله شوفي شو صارت الساعة من ايه ما تخلص دوامه بس انا بعرف وين بروح بروح بقضيها لعب بلاي ستيشن هو ورفقاته بيرجع لا انا بعرف شغلي معه ولي عم بيستناني خليني اهرب على مهلي ان شاء الله ما يفيق وين كنت؟ شو وين بدي اكون بالمطبخ؟ كنت بالمطبخ انا بالمطبخ ايه تمام المطبخ وين رايح بالله؟ ماني رايح مكان وين بدي اكون رايح يعني كنت بالمطبخ وجيت على غرفتي بس يعني بس مو اكثر بالله شايفني ساحر مخطشي انا ولا مبروك رايح على المطبخ بالجاكيت ولابس لبس الشارع وشنطاي على كتفك الجو يا الله شقد برودة ارتحالي اذا ضليت بالجاكيت يعني بكون افضل ما هيك؟ طلع انا هاي الاساليب حفظتها يعني مليت منها صار بدي شي جديد عبالك بالاخير قال لي وين كنت؟ كنت بالمدرسة يعني وين بدي اكون؟ عطول ظالمني انت يعني كنت بالمدرسة ولك انا مدرسة انا مدرسة وانا دوام دوامك خالص من 3 ساعات المرة الاخيرة عبالك وين كنت؟ لا كان يومي في عنا حساس اضافية الاستاذ اعطانا حساس اضافية ولك انت عم تضحك علي شي عم تضحك علي 3 ساعات محاضرة للمرة الأخيرة عبالك وين كنت؟ خلاص راح أحكي لك أنا أصلا ما كنت بدي أحكي لك مشان الأجر والثواب بس عطوني موسيقى حزينة أنا راجع من المدرسة وائل بلاقي على الرصيف مرة كبيرة بالعمر
متجدحة على الأرض غراضة مغبرين كتير شايلة كياس يا حرام ما عم تقدر بتشيلهم. رحت شلت معي الكياس وزنبتها لهوك وصلت لعندي على البيت. يا الله لو شايف الفرحة بعيوني شقد ولادة انبسطوا مني كتير الحمد لله كتير دعتي. بلا خلصت؟ ما مشي حالة يعني؟ ما مرقيت؟ لا ما مرقيت بس بتعرف شو الحلو بالموضوع؟ شو؟ رح تسامحني أكيد؟ لا رح شرحك رح شرحك وبيعك لتجار الأعذار البشرية وهيك أنا بصير ملياردير عصري وبنفس الوقت بخلص من حيوان مثلك. تعال هون.